الغنج والاهتمام والمساعدة تبع يوري على طول بيحكي بنون الجمع. نحن يعني. إيه. يعني كيف الحكيم كيفنا اليوم نشلح يعني كل هولي نون الجمع يعني بدك نعمل عشاء رومانسي نعمل what do you mean by نعمل أنا وأنت ولا أنت الحكيم وأنا بعمل أي وحدة طيب فهيد بس أتليست يعني بيفكر يعمل عشاء هلأ شو إيه هو المهم النية بس إيه بس تعمل عشاء بتحضر عشاء وهيك حاول حاول طورت كتير ما في شك إنه في كتير قصص تبقى في كتير قصص غيرتهم بحياتي كرمالك اكتشفت إنه كرمالي أهم فدوني إلي بس بيبقى في تفاصيل بحياتك صغيرة يا ما عندك وقت تشتغلي عليها يا ما بقى لك خلق تشتغلي عليها يا خلص بتقولي بآخرة هالزمان ما إلي جديدة طب شو بعمل يعني؟ بعدها بتعجبك مثل الأول؟ إيه بعدني بشوفها بتلاقيها كتير سكسي وحلوة هلأ مثل الأول؟ هلا بالسيارة نحن ولازين طلعت هيك قلت لها بنقز ايام انه كيف هيك باللبناني كيف في هيك مرة قاعده حد اوه اي بعدني بهارات الطبيعي شكلي بيكون نص رجال لا انتبه انا لا لو ما انت راغده يا مشال يا مشال ما كنت بدي البس هالقد ألفت بتشكي بيوري اليوم اليوم لا قبل كنت تشكي اوه بتغاري كنت غار بمحل ما بعدين لما اكتشفت يوري بطلت غار كم مرة كمشتي ليوري عم يعمل قلا قلا ما عديتهم بحياتي لو عديتهم تبيتهم من الثامن كانت كبر عقلك كبر عقلك من كل عقلك بدي عد أنا من هول اللي بتحضريهم بالفلومة اللي حامل الشنطة ورايح نايم عن صاحبي لا لا إنه بنصحت روح نايم برات البيت كذا مرة يعني ظلمتك ولا كان عن مظبوط لا 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 ولا مرة عبلك حرقت لي قلبي شي مرة ولك يا خيي تغلط بشي اكله تبلك كتر ملح بس حتى قال له شفتي كلنا بنغلط سؤال اللي عنده مثل ألفت شو السبب انه يظهر لا انتبه ما انا قلت لك انا كنت بفتره انا مش عارف حالي كان عم بنظف ايه نظف لا لا فعلا عم بيعزل اخت البيت بضل في هون قومه زباله بعدين ما فيك تشحط العالم هيك إيه 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 سمعت شو قلت لك شوية غبره هون ما فيك كمان تقولي للعالم يلا قوموا فلوا شوي ليه ما انت ارتبطت لا فهمت بس شوي بتعطي كادو دو روتور شغله بتسلمي عليهم هن وفلين تعزيل اختي بتاخذ وقتها قد ايه بياخذ وقت تعزيل اي اكثر موقف كمشتي مزبوط ما كان متخيل انك رح تلقطي فيه على طول لقطته ما هي اعطيني اكزامبل شو ما صاير ما في اكزامبل كم مره مخبيه تحت التخت لا فشر عرائب بتخبى ناطرتي فشر عرائب لا لا هيك لا ابدا ما بتعملها ابدا تحت التخت بحياتي ما اعطيته اللذه لو انا غرت انت بتعرفي كم خبري هلا ما تستفزيني المفروض نعمل هيك لازم قبل هلا ما له طعمه بقى تاب